عن الإمام سالم، ولعلني أختم بقضية استشهاد الإمام سالم رحمه الله بعد ما عقدت عليه البيعة، البيعة الكبرى، بيعة الخلافة. يعني يقال بأن حدث يعني موقف، وهذا الموقف من بعض القبائل في الشرقية، ويعني ذهب الإمام إلى الشرقية حتى يحكم في هذا النزاع. والمهم يعني كان في ضيافة أحد الأشخاص في الشرقية، وأراد الإمام سالم يعني جاء وقت المبيت، وأراد الإمام سالم أن يعني ينقل فراشه من وسط المجموعة إلى طرف المجموعة، تواضع وهضم للنفس، وحتى إذا أراد أن ينهض في الليل يصلي ما يزعج النائمين. على كل حال سبحان الله، حصل بينه وبين شخص اسمه هلال الخروسي، هو اللي يحكي هذه القصة. فراح هلال وتناول فراش الإمام وخلاه وسطه، فقال الإمام، قال له هين فراشي؟ قال هذا. قال له ليش انقلته؟ قال له ما يستوي يعني إمام المسلمين خليه في طرف. قال هلال عن يغوى فيك؟ قال من يغوى في يعني؟ فإذا افتح الفراش عرف من هلال. أنا فاهم الوضع، لأن الإمام سالم جاءته رسالة من أبي مسلم البهلاني رحمه الله، قصيدة: مولاي أبشر لن تزال مجيدا، حفظ الإله مقامك المحمودة. ويقال بأن الإمام سالم رأى رؤيا في المنام، رأى قصر في الجنة، فقال محل من هذا القصر؟ فقالوا له حل سالم بن راشد الخروصي، هو سالم بن راشد. فراح قال زين طيب أبغى أستلم المفتاح يعني. فجاءته حورية فقالت المفتاح في الخضرة، المفتاح في خضرة بني دفاع. خلاص عاد هو الأمور واصلتنا يعني، عارف أنه يحصل على الشهادة في ذلك الوقت. المهم بعد عزام وبعد أخذ ورد يعني فعلا الإمام بات في طرف، في طرف المجلس أو في طرف القوم، وكان شخص هناك حارس شخصي حال الإمام، وكانت الضيافة عليه. ففي وقت السحر الثلث الأخير من الليل قال بأني أنا أروح أتجهز للصلاة وجهز الريوق الإفطار، ونهض العسكر وقال لهم يعني أنا ناهض فكونوا في الحماية. ولكن سبحان الله هؤلاء العسكر كأنهم غلبهم النوم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فجاء أحد هؤلاء الأشخاص، طبعا مذكور اسمه في كتب التاريخ، وأطلق رصاصة يعني على الإمام سالم، يقول يعني ضربة من هنا من الكتف خرجت من الشداق. فانتبه الإمام رحمه الله ومسك الشخص هذا من هذه المنطقة وقال له ريحتني وشقيت نفسك. على كل حال فيما بعد ترى يعني قتل هذا الشخص عن طريق الإمام الخليلي رحمه الله ورضي عنه.